بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله عايزين نتكلم عن البيمبو الاصدار السادس اللي هينزل قريب، وهنجاوب في هذا الفيديو على بعض الاستفسارات. اول حاجه، هل هيكتب لي في الشهاده ان شاء الله بعد ما انجح الاصدار السادس ولا الاصدار الخامس اللي انا امتحنت عليه؟ هل الامتحان على الاصدار السادس يختلف عن الامتحان على الاصدار الخامس؟ هل مطلوب اعاده الامتحان بعد اعتماد الاصدار الجديد؟ ما هو المقصود بتاريخ الصلاحيه بتاعت شهاده البي ام بي؟ امتى الاختبار على الاصدار السادس هيفعل؟ هو ليه كل شويه الاختبار البيم بوك بيتغير من فيرجن لفيرجن؟ ايه هي عدد البروسيسز الجديده او اللي هتتحذف او اللي هيتغير اسمها؟ الكتاب الجديد هيبقى حجمه اكبر ولا اصغر؟ هل انا امتحن على الاصدار الحالي اخد القرار ده ولا استنى الاصدار الجديد؟ هل انا جاهز للامتحان ولا لا؟ وده اهم سؤال. زي ما حضرتك شايف دي شكل الشهادة بتاعتنا ان شاء الله بعد ما تنجح. مكتوب تحت حاجة اسمها expiration date، تاريخ الصلاحية. ده بيكون بعد تاريخ الامتحان بتاعك بتبقى الشهادة صالحة لمدة 3 سنوات، وهنفهم بعد كده يعني ايه. طب اول ملاحظة على الشهادة ان مش مكتوب فيها الاصدار، يعني انت مش مكتوب انك حصلت على الشهادة الاصدار الخامس او الاصدار السادس. تاني حاجة برضو من ضمن الحاجات المهمة اللي لازم نعرفها، انك لو امتحنت على الاصدار السادس ده مش معناه ان انت احسن من اللي امتحن على الاصدار الخامس، زي ما اللي امتحن على الخامس ما كانش احسن من الرابع برضو. مفيش حاجة اسمها انك هتمتحن تاني، الامتحان بيكون مرة واحدة بس. مفيش حاجة اسمها لما يحصل اصدار جديد انك تعيد الامتحان تاني، فانت طالما امتحنت مفيش امتحان تاني. في حاجة اسمها تجديد الشهادة، ده هنتكلم عنه. ما زلنا برضو بنستكمل بعض الأسئلة اللي وردت لينا الشائعة حوالين الموضوع ده. طيب طالما ان احنا مش هنعيد الامتحان غير مرة واحدة ان شاء الله بعد النجاح، يبقى ليه مكتوب في الشهادة الـ expiration date دي؟ عشان حاجة اسمها الـ CCR، دي تابعة للمعهد الـ PMI، هي طريقة معينة لتجديد الشهادة هنتكلم عنها بالتفصيل، بس المهم ان هي مش عن طريق امتحان تاني. دي بعض الاجراءات البسيطه ان شاء الله اللي كل الناس بتبقى بالنسبه لها سهله يعني. انجح بس اول مره وربنا يسهل. ميعاد العمل بالاصدار السادس في الامتحان مش قبل يناير 2018 ان شاء الله، ممكن يبقى فبراير حتى كمان، يعني لغايه اخر 2017 اكيد الامتحان مستمر ان شاء الله على الاصدار الخامس. وان صدر الاصدار وان الاصدار السادس حتى لو نزل خلال شهر 9 برضه هيفضل الامتحان على الاصدار الخامس على الاقل لغايه يناير ان شاء الله 2018. طب ايه السبب برضه من ضمن الاسئله، ايه السبب ان بيحصل تغيير من اصدار لاصدار وغالبا هو بيحصل كل قد ايه؟ السبب ان الصناعه بتاعه البروجكت مانجمنت كصناعه هي صناعه ديناميكيه، فيها تغيير، بيحصل فيدباك من مديرين المشروعات ومن العاملين في الموضوع ده باسباب نجاح المشروع او اسباب الاخفاق في المشروع. دوا بيؤدي الى حدوث تغيير في البيم بوك كل فتره من 3 لـ 4 سنين نتيجه الفيدباك اللي بيحصل. طب ايه هي التغييرات الجوهريه المتوقعه في الاصدار السادس ان شاء الله؟ اول نوع من انواع التغييرات اللي احنا متوقعينها اللي هتنزل في الكتاب السادس ان شاء الله، ان في بروسيسز جديده هيتم اضافتها. احنا كان عندنا 47 بروسيس، في بروسيسز هتضاف جديده ما كانتش موجوده اصلا. تاني نوع من انواع التغييرات ان في بروسيسز هتفضل موجوده لكن هيتغير اسمها او هتتحرك بمعنى اصح في الكتاب البيم. عشان تتابع باقي سلسلة فيديوهات الاستفسارات حوالين شهادة بي ام بي، حضرتك هتدخل على اليوتيوب وادي اسم القناة قدام حضرتك دكتور ايمن بي ام بي، هتروح تضغط على اشتراك او سبسكرايب. جوه القناة في بلاي ليست او قائمة اسمها بي ام بي سيكريتس، دي اللي موجود فيها الفيديوهات بتاعتنا. عشان يوصلك الاشعارات عند نزول اي فيديو جديد، حضرتك هتروح تعلم على رسمة الجرس زي ما هو قدام حضرتك.
من ضمن الحاجات اللي هتحصل ان شاء الله في الاصدار السادس ان هيحصل فيه انخفاض في الحجم بتاع الكتاب نفسه عن الاصدار الحالي الاصدار الخامس في عدد الصفحات. بالنسبة للنوليدج ارياز او الشابترز، الشابتر الحالي اللي هو بروجكت تايم مانجمنت، لو كان شابتر 6 في الكتاب الحالي الكتاب الخامس هيتغير الاسم بتاعه. الشابتر ده هيبقى اسمه بروجكت سكيدول مانجمنت، ادارة الجدول الزمني. الشابتر التاسع في الاصدار الخامس الحالي ال HR Management، هيتم تغييره بحذف كلمة Human، بحيث هيتحول من Human Resources إلى Resource Management. الشابتر هيبقى اسمه Project Resource Management. في تغييرات هتتم على البروسيسز نفسها، في ثلاثة بروسيسز هيتم اضافتهم. اول بروسيس اسمها manage project knowledge، في بروسيس تانية اسمها implement risk responses، في بروسيس ثالثة control resources. نلاحظ ان اول واحدة تابعة للتنفيذ كبروسيس جروب، والتانية كمان للتنفيذ، والثالثة للmonitoring and controlling. دول مكانهم فين؟ في شابتر الانتجريشن، وفي شابتر الريسك، وفي شابتر الريسورس الجديد اللي احنا قلنا اسمه اتغير. ما بين شابتر 5 وشابتر 6 في اسماء بروسيسز اتغيرت موجوده قدام حضرتك في الجدول، لكن هتفضل زي ما هي، لكن الاسم بس اللي اتغير. في منهم شابتر كواليتي وهكذا. امتحن دلوقتي ولا استنى امتحن على الاصدار السادس؟ سؤال مهم جدا. ده متوقف على هل حضرتك في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه في اغسطس 2017 او كده انت بدأت ولا لسه. الاجابة على السؤال هتختلف على حسب انت فين دلوقتي. لو انت فعلا كنت بدأت خلال 2017 وبدأت تشتغل وعندك خطة مذاكرة وعندك خطة بتخلص فيها، يبقى ان شاء الله انك انت لو ناوي تمتحن خلال 2017 على الاصدار الخامس مفيش قدامك حل غير انك انت تضغط وتكثف المذاكرة بتاعتك. اما لو كنت لسه جديد في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه في اغسطس لموضوع البي ام بي، اعتقد مش ما يفضلش انك تضغط على نفسك وتدخل الامتحان خلال 2017 على الاصدار الخامس. لكن تكسب وقت بقى، تعمل ايه بقى؟ تستثمر وقتك ده ازاي؟ اول حاجة انك تقرأ على علم ادارة المشروعات بشكل عام، مش بقى البين بوك او الامتحان، لا انت تبدأ تقرأ عن ادارة المشروعات، لانك ده هيفرق معك كتير ان شاء الله، خصوصا الاصدار السادس هيركز على نقط جوهرية كتير في علم ادارة المشروعات، وهيضاف لي في حاجات جديدة كمان. خلال اكتوبر 2017 تبقى انت بدأت تقرأ في ادارة المشروعات، بدأت تركز على نقط الضعف اللي عندك، هتبدأ ساعتها ان شاء الله الامور تتضح شوية. هيكون ظهر في التوقيت ده في اكتوبر، هيكون الكتاب السادس نزل خلاص، انه اكيد هينزل في 9 تقريبا، ففي شهر 10 هيكون الكتاب بقى موجود. تبدأ تتصفح بقى في الكتاب او تشوف ايه الاخبار الجديدة وهكذا.
طيب انا عشان اخد القرار لو انا كنت بدأت اذاكر ادخل في 2017 بناء عن المذاكرة اللي فاتت والنقطة اللي انا موجود فيها، لازم اسأل نفسي سؤال مهم جدا، هل انا مستعد للامتحان ولا لا؟ مش اي حد بيذاكر يبقى هو مستعد للامتحان. ده احنا كنا عملنا قبل كده فيديو عليه مستقل موجود عند حضرتك هنا، ممكن تطلع عليه. تمام، حضرتك هتخش في القناة بتاعتنا اللي اسمها دكتور ايمن بي ام بي، هتخش في البلاي ليست الخاصة بالموضوع بتاعتنا اللي اسمها بي ام بي سيكريتس، زي ما حضرتك شايف ده اسم القناة. تطلع فوق للبلاي ليست هتلاقي فيه عند عدة بلاي ليست موجودة، هنخش في اللي فيها الفيديوز بتاعتنا دي يعني الإجابة على الاستفسارات اسمها بي ام بي سيكريتس. جواها بقى في فيديو اللي هو اسمه هل أنت مستعد للامتحان، زي ما حضرتك شايف تمشي معاه بالراحة كده، وإن شاء الله لو لقيت نفسك مستعد توقع على الله وادخل وكثف مذاكرتك. لو لسه الموضوع بدري ما انصحكش انك انت تخش الامتحان ويبقى فيها ريسك ومخاطر، يعني انصح انك انت تقوي نفسك في ادارة المشروعات بشكل عام، وبعد كده تبدأ ان شاء الله جهز نفسك للامتحان الجاي على الاصدار السادس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.